أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا من مختارات الأعمدة والمقالات من أخيرة الانتباه، ومنها نقرأ للكاتب محمد عبد الماجد من زاوية الجرايم دق، والتي جاءت اليوم بعنوان سبعة جيوش والأمن منفلت. ابتدر زاويته بالقول قديما كانت إحدى طموحاتنا المشروعة والنبيلة، والشوارع السودانية تنضح بالثورة وتهتف عن بكرة أو بكرة أبيها، جيش واحد شعب واحد، أن يحدث الائتلاف بين الشعب والجيش، وأن يشكلا معا وحدة كاملة ومتكاملة من أجل حماية الوطن واستقراره. كانت كل آمالنا تتمثل في ذلك الشعار جيش واحد شعب واحد. طموحاتنا يبدو أنها كانت مستحيلة، فنحن نعجز الآن حتى من أن يكون لنا جيش واحد. دعكم من الوحدة بين الشعب والجيش. مضى الكاتب بالقول لا نريد من الحكومة الحالية غير ذلك الدمج، إن نجحوا في ذلك سنقبل منهم كل شيء بما في ذلك انقلابهم على الحكومة المدنية. كيف لنا أن نحلم بالوحدة وأن نعانق أو تعانق دارفور الشمال وتحتضن الخرطوم الشرق إذا كانت الحكومة عاجزة حتى عن دمج الدعم السريع في الجيش؟ لقد فشلوا حتى في الضبط والربط الذي يتباهون به العلاقة بين البرهان وحميدتي. نريد أن تتمثل في دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. تفتت السودان وتشرذمه كله نتاج من هذا الكم الكبير في عدد الجيوش السودانية. الوحدة الحقيقية تبدأ من دمج كل الحركات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. وطرح الكاتب عددا من التساؤلات قائلا أين الذين كانوا يخرجون علينا في ولاية حمدوك يحدثون عن فشل المدنيين وعن تشاكسهم وصراعهم حول السلطة؟ ما الذي يحدث في القصر الآن؟ أين الذين كانوا يحدثون بأنيفة وهم بالبزة العسكرية حتى يرفعون سباباتهم على الشعب السوداني عن الفشل والإخفاق والصراعات التي تدور بين أجسام المكون المدني في السلطة؟ كانوا يتحدثون عن ذلك وبراءة الأطفال في عينيهم، لماذا لا يحدثون الآن عن كل الفشل وكل الإخفاق الذي تعيش فيه الدولة السودانية؟ لماذا لا يحدثون عن الصراع الذي لم يعد يخفى على أحد بين أجسام المكون العسكري في السلطة؟ لماذا لا يتحدثون عن التفلتات الأمنية وعن الأمن المفقود والاستقرار المعدوم والثروات المنهوبة والعاصمة القومية يوجد فيها سبعة جيوش؟ الأمن يأتي في مقدمة أولويات القوات النظامية، وقد كان استقرار البلاد وأمنها سبباً لقرارات 25 أكتوبر حسب ادعائهم. لماذا يصمتون الآن ونحن نكاد بسبب التفلتات الأمنية أن نفقد السودان؟ ختم محمد عبد الماجد زاويته بالقول لماذا لا تعترفون أنكم فشلتم حتى في الملفات التي هي من صميم عملكم واختصاصكم مثل الملف الأمني؟ لن نسألكم عن الاقتصاد والعلاقات الخارجية والصحة والتعليم والكهرباء، فهذه أمور لا طاقة لكم بها ولا قدرة، فقط نسألكم عن أمن البلاد واستقرارها.